الحق دجاجتك يا سعيد. دجاجتي؟ نعمان، من الذي أخرج الدجاجة من القفص؟ سنأخذها. أردت جمع البيت فخرجت الدجاجة. سنأخذها إلى القفص. لا لا لا، ليس هكذا، ليس هكذا، ليس هكذا يا وليد. لا يا غالي، أطعمها أولا ثم أدخلها القفص. هيا هيا كلي، أظن أنها شبعت. هيا 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 هيا، تعالي يا عزيزتي، هيا هيا هيا. انظروا ما ألطفها، انظروا 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 يا أطفال، انظروا ما ألطفها. هذا هو الرقم 1. وأيضا أزيدكم علما، الرقم 1 في موقعه الصحيح، لأنه يوجد هنا في هذه اللحظة تنين 1. نعم حذرتم، أنا تنين 1، أليس هذا مدهشا؟ أمامكم الآن وبكل عظمة تنين 1، تنين رائع 1، تنين عظيم 1، تنين 1 مذهل وجميل وينفث النار. هل قلت إنه يوجد تنين 1 هنا؟ نعم قلت ذلك أيتها الفتاة الصغيرة. حسنا هذا عظيم. فعلا عظيم، لأنه لو كان هناك تنينان 2 لما استطاع أحد أن يتنفس من كثرة الدخان. واحد. أنا كامل من إذاعة افتح يا سمسم، نتكلم معكم الآن من مكان السباق الكبير بين السلحفات والأرنب. إنه سباق يعرفه كثير من الأطفال. سيبدأ السباق بعد قليل، ولكن تعالوا نسأل الأرنب والسلحفات بعض الأسئلة. اسمح لي يا سيدي، أنا كامل من إذاعة افتح يا سمسم، لي بعض الأسئلة. أهلا وسهلا. الناس يقولون إنك أسرع حيوان في الدنيا، صحيح؟ طبعا يسمونني الأرنب الصاروخ. صح. تريد أن تراها؟ نعم من فضلك. حسنا. واو، في الحقيقة أنت صاروخ. هذه سرعة كبيرة، سرعة هائلة. رأيتم معي كيف أن الأرنب سريع كأنه الصاروخ. وهنا تأتي المتسابقة الثانية. آسف السيدة السلحفات، اسمحي لي أنا الضفدع كامل من إذاعة افتح يا سمسم، هل تجيبين عن بعض الأسئلة؟ بعض الناس يقولون إنك بطيئة جدا، هل توافقين على رأيهم؟ هل صحيح أنك بطيئة جدا؟ أنا لا أعرف. حسناً حسناً. لماذا يقولون إنني حسناً؟ أظنهم أظن أن جداً. أظن أن السباق سيبدأ بعد ثانية، سترون كل شيء من هنا. نرجو أن يأتي المتسابقان إلى خط بداية السباق. لم يبقى إلا ثانية، نعم ثانية، وترون السباق من هنا. الاثنان على خط البداية، واركضا. بدأ السباق
بدأ السباق، نعم بدأ السباق، السلحفاات تركض أمامنا، انظروا إلى السلحفاات. أما الأرنب، أما الأرنب فلم يتحرك. الأرنب واقف عند البداية، دعونا نكلمه. نعم اسمح يا أرنب، السلحفاات ركضت قبلك مسافة طويلة وأنت واقف هنا لا تركض. أرجو أن تقول لنا لماذا لا تركض. اسمع، أنا صاروخ، أنا سأقف هنا بعض الوقت ثم أركض وأكسب السباق، هل فهمت؟ صح، لا سمعتم عن بداية السباق، والآن سنذهب إلى نهاية السباق لنعرف من سيكسب هذا السباق. نحن هنا عند نهاية السباق. في السباق هو الضفدع كامل. مبروك يا كامل، مبروك انت الفائز، مبروك اسمعوا. شكرا عظيم، شكرا عظيم، حسنا هذا عظيم، هذا الضفدع كامل البطل يعود الى لينا. حسنا دوما يعمل حتى يكسب، دوما بابا يكسب مالا يذهب فيه إلى الأسواق، يجلب دوما ما يرضينا نستقبله بالأشواق. لما أخذ منه مالا أعرف هذا بعض المال، أذهب حالا للبياع، أرجع ومعي بعض الحلوى. أرجع حتى أشكر بابا. باص 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 لا باص لا باص 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 صاد يا حمد. البس الدشداشة خليني أراها. شكرا. هذه قطعة قماش يا عذاري زادت من الدشداشة، سأصنع لعروستك منها ثوبا. فاطمة، الدشداشة بكم من واحد. نسيت تركيب الكم الثاني. خالتي حورية خياطة تخيط ملابس النسوة في حارتنا، وهي ماهرة خصوصا بالملابس السودانية الجميلة. ما
صاد. الحرف صاد يمكن أن يكون صنارة صيد. المشكلة أنه يصيد أشياء لا تؤكل، أشياء مثل صندوق، صبار، صورة، صدرية، صاروخ. حين تذهبون إلى الصيد استعملوا صنارة صيد حقيقية وليس الحرف صاد. أنيس، البحر جميل، يا سلام. جميل. أنيس، ماذا؟ أنيس، أنت لم تحضر معك لوازم الرحلة إلى البحر. أنيس، أنا أحضرت معي أشياء كثيرة. أين أشياؤك أنت؟ أين أشياؤك؟ لكن معي شيء واحد. شيء واحد؟ أنا أعرف هذا الشيء. نعم، أنا أحضرت بساطا لأقعد عليه وأنت أحضرت بساطا لتقعد عليه. بساط؟ أيوة. لا، نعم؟ أنا نسيت البساط. نسيت البساط؟ إذن ستقعد على الرمل يا صديقي أنيس. ها؟ على الرمل؟ أنا أحضرت السطلة والمجرفة حتى نلعب بالرمل. أوه. الناعم هذا. أوه، معك السطل والمجرفة. وأنت يا أنيس ماذا أحضر؟ لا، نسيت، ليس معي أي شيء ألعب به. لا سطلة ولا. أنا لم أستعد للرحلة أبداً. ولا مجرفة؟ ماذا أحضرت إذن يا أنيس؟ ها؟ عرفت. أنت أحضرت الراديو. نعم، أنا أحضرت الراديو معي هنا. انظر. يا سلام، معك راديو. نعم، عظيم. نسمع موسيقى. افتح الراديو. يا أنيس، افتحه. ها؟ لحظة بس. افتحه. اسمع موسيقى رائعة. جميل. أنا لم أحضر الراديو، سأسمع الموسيقى من عندك. من أنا لم أستعد للرحلة. لم تحضر الراديو أيضا؟ لماذا؟ أنت أحضرت غداءك. وأنا ما هي غدائي؟ أحضرت غداءك يا أنيس، أليس كذلك؟ ها؟ ما فكرت بغدائي. لا؟ ولا غداءك؟ ماذا أحضرت إذن يا أنيس؟ لا بساط ولا راديو ولا سطل ولا مجرفة، لكنك أحضرت شيئا واحدا. نعم، شيء واحد. وما هذا الشيء الذي تذكرته يا صديقي؟ ها؟ أوه، مظلتي يا بدر، لا تدري متى ينزل المطر. أوه لا، بساطي، غدائي. لا، الراديو، ابعد الراديو، المطر ينزل. الآن نبدأ. كل منكم يمسك رجله هكذا وتحجلون حتى خليل وتلمسون الجدار ثم تعودون إلى هنا مرتين. هيا استعدوا. هيا، واحد، اثنان، ثلاثة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة،
5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يلا شعر عين عينان أنف فم أذن أذنان جميل جدا يد أخرى ماذا تعمل؟ حاول أن تعمل مثله لا 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 خطأ خطأ كله خطأ لا 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 ماذا تفعل؟ لا 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 خطأ خطأ كله خطأ مسحه 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 نعم 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 انظر إلى الوجه الأول الشعر أولا الشعر الشعر نعم 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 والآن العينان عينان عينان نعم نعم عينان والآن الأنف أنف ثم الأذنان أذنان أذنان والأذن الثانية الفم الفم لا لا حزين حزين نريد وجها سعيدا نعم نعم هذا حلو هذا جميل جميل, جميل. الوجهان متشابهان قابل صاحبنا هذا بعض الحيوانات ذاهبة إلى السوق فقال لها يوجد خطأ في شيء ما لكن ما هو؟ كواك 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 نعم يوجد خطأ لا أقدر أن أطير ما يوجد خطأ مشيتي مضحكة شيء خطأ لكنه جميل كواك 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 سرقت جناحي كواك 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 أرجوك ما أظن أن رجلي معك الأجنحة شيء جميل ما لا يزال الخطأ موجودا كواك 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 الخطأ في أقدامنا أها الآن الخطأ واضح الخروف لا يلبس حذاء ماذا تفعل بالجبل؟ أحفر نفقا صحيح النفق ضروري الأنفاق في الجبال تمر منها القطارات والسيارات لا السيارة لا تصعد الجبل هكذا السيارة تسير في طريق تلف حول الجبل نعم هكذا يسمونها الطريق الجبلية لا تسرع لا تسرع السيارة تسير ببطء في الطرق الجبلية
واو. اليوم سنتعلم الأشكال. الأشكال أتعلم ماذا؟ سنتعلم 4 أشكال مختلفة. أول شكل الدائرة. دائرة أحبها. لا تصرخ. طيب تعرف شكل الدائرة؟ طبعا أعرف الدائرة. شكلها مدور. حسنا، ولكن انتبه، ستخيل دائرة. تتخيل دائرة؟ أبدأ من هنا، وبعد ذلك تدور وتدور إلى فوق وتلتقي من هنا. الآن تخيل دائرتك إن كنت تعرف الدائرة. أنا أتخيل دوائري. ابدأ. ماذا؟ اسكت. كفاية. حسنا، امسحها. حسنا. سنتخيل الآن مستطيل. مستطيل. لا تصرخ. الآن هذا مستطيل. نتخيل هذا الخط. انظر جيدا، ثم إلى التحت وإلى اليمين، ثم إلى الأعلى. ترى؟ هذا هو المستطيل. عندي سؤال. اسأل. ممكن أتخيل المستطيل من فوق لتحت بدلا من اليمين إلى الشمال؟ طبعا. حسنا، امسح. طيب. مستطيل ممتاز، لكن ما هذا؟ تزيين. لا يلزم هذا. اسكت، امسحه. حسنا، اسرع. لا تغضب. والآن سنتخيل المثلث. المثلث. اهدأ. اسكت، لا تصرخ. الآن هذا مثلث. نبدأ من هنا، ثم نمشي إلى الأعلى ونقابل الطرف الأول. رأيت؟ الآن تخيل. حسناً، انظر. تعرف ماذا يشبه؟ ماذا؟ يشبه الجيتار. الجيتار. ما هذا؟ أوقف الموسيقى. أوقف. قلت أوقف الموسيقى. هون على نفسك. حسناً. ما هذا؟ تحبه؟ ما هو؟ جيتار. لي. حسناً، امسحه. امسحه بسرعة. امسحه. جيد. سنتخيل الآن شكل المربع. نعم، المربع. هل تعرف شكل المربع؟ طبعاً، شكله أمامي. جميل. تعال نتخيل المربع. تعال. لكن أين الجيتار؟ ما هذا؟ قف. انظر هنا، المربع. أين الجيتار؟ أين؟ في هذا السوق يبيعون الحلي الذهبية. أساور وخواتم وقلائد مصنوعة من الذهب. الأساور وغيرها من الحلي الذهبية للنساء. لو كانت الأبقار تطير لكان من الصعب جدا أن نحلبها. لو كانت العجلات مربعة، كيف إذن سنأخذ البيض إلى السوق؟ لو لم يأتي الليل فمتى سننام؟ لو يا
عبد الله، عبد الله، ماذا به؟ لماذا لا يرد علي؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. نعم يا هشام. ناديتك يا عبد الله، فلماذا لا ترد علي؟ عفوا، لا أرد وأنا أقرأ القرآن الكريم. ناصر حفظ الفاتحة وسورة الإخلاص. ممتاز. أسمعنا يا ناصر سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ممتاز. كيف ترى ناصر يا هشام؟ ناصر يحفظ القرآن بشكل جيد، وأنت معلم جيد يا عبد الله. أطفالا نخرج للدنيا وتمر الأيام فنكبر وبدون حنان أبوين لا ينمو طفل أو يكبر وبدون إرادة خالقنا لن ينبت زرع أو يخضر أطفالا نخرج للدنيا جعل دنيانا عيدا نفرح بالعيد ونحتفل ونعيش بحب وسلام وبعون الله لنا أمل أطفالا نخرج للدنيا سمسم من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول الخليج العربي بالتعاون الفني
مع ورشة تلفزيون الأطفال بنيويورك. مع السلامة.